الثائرون الخارجون على ولاة الأمور يسمون من يقول هذا يسمون بعلماء السلاطين أو جواسيس، وتكلموا على هيئة كبار العلماء وفي مقدمتهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والمفتي العام في زمانه والمفتي العام بعده سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وكذلك العلماء الأجلة كابن عثيمين والفوزان والألباني والشيخ ربيع والشيخ أحمد والشيخ زيد، يسمون هؤلاء الأئمة أئمة المسلمين يسمونهم جواسيس للدولة، يسمونهم علماء سلاطين، وهذه الألقاب تصدر عن السرورية، يقولون بأن هؤلاء العلماء متزلفون، علمهم ليس إلا من أجل أهل السلطة، وكذبوا والله وافتروا، بل إن هؤلاء الأئمة ناصحون لله فيما بينهم وبين ولاة الأمر، لا يعلم عن نصحهم لهم أحد، ولهذا أحبهم ولاة الأمر، يأتون إلى بيوتهم يزورونهم ويستشيرونهم، ولا يأتون يقدمون على شيء إلا بعد استشارتهم. هؤلاء الأئمة كلامهم من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف الصالح، أما أهل الأهواء الشيطانية والأفكار الثورية فإنهم لا يحبوا أن يسمعوا مثل هذه التوجيهات السديدة، لأنهم كالخفافيش لا يعيشون إلا في الظلام، فهم لا يقيمون لنصوص الشريعة وزنا، لأنها تخالف ما هم عليه من الهوى والضلال. وكان في هذا الباب باب الولاء والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف من آية محكمة وسنة متبعة.